شلون تلقيت الخبر؟ أنا حقيقة شفته قبل ما يتوفى يمكن أسبوع كنت يمه، فكانت حالته صحيحة كلش متدهورة، تعرف الطريق من بغداد إلى كربلاء. قبل أسبوع قاعد يمه، هو قال قعدوني، إجوا أصدقائي فقعد، نفس سالفته، نفس ضحكته، نفس الاستقبال. إنه محمد قوي، قوي جدا. محمد المكان اللي يتواجد به محمد مكان ضجيج، محمد متحرك دائما، صاحب نكتة، صاحب حشاية حلوة، صاحب ملقة. يعني السكون محمد يجي وقت كتابة القصيدة. عندما أكتب قصيدة محمد، أنا 4 سنوات بالقسم الداخلي، محمد يتحول إلى قديس، ينطوي، ينفرد وحده، يكتب القصيدة، يشمرها علينا، يقول اقروها، عجبتكم عجبتكم، ما عجبتكم شق الورقة وذبوها. رثيته؟ رثيته محمد، هو كتبت عنه. فد واحدة تقول يستحقها محمد الغريب. هو يستحق كل شعرنا. واحدة ممكن هاي تختلف، يعني حتى عدها، يعني أنت من كتابتها كتبتها من صدق مثل ما نقول. أنا كتبت مرة إنه كان فقد هواي بديش السنين. فقد هواي من أحبابنا. لكن محمد له وقع كبير بقول. تمام. فقلت له مو كل اللي يموت الناس تنساه. ولكن مرة حد تمشي يصح واحد تهد الحيل فقط. يصح واحد كذا تضحك للسلام. على جفوف الحسافة ندوف حنا. ولبسنا الليل بثياب عمر حدر كثر الوسادة نام الأحرار. وفرشت لها الرمش وفواها الجفوف. محمد ما عساك اليوم تنخاف. من جد من الوفيقك حد المجوع. الخناجر وانت صيبت بتها لحرارها. ونوفر درصبت وشوع في الحي. هذا أقل شيء كتبنا على محمد. بس لازم أذكر طالب الدراجي اللي كتب يريد الندى يطيح وانت استعجلت. من أرقى ما كتب. حافظها؟ ما حافظها كلها، بس هي موجودة نقدر نسمعها. يمكن حافظتها السماح. والله ما تسعفني ذاكرتي. يريد الندى يطيح. ليش؟